يطل عيد الأم هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة بكل تفاصيله، حيث أتى ثقيلاً على الكثير من الأمهات، منهن من لم تعد قادرة على شراء الخبز لإطعام أطفالها، وأخريات حرمن من أبنائهن بعدما اختاروا الهجرة سبيلاً لتأمين لقمة العيش في ظل أزمة البلاد العميقة اقتصادياً ومعيشياً. ووسط الواقع الظلامي هذا يبقى بصيص أمل أن ينتصر اللبناني على واقعه، فلا يحول هذا دون إدخال البهجة إلى قلب أمه في عيدها، حتى لو كان بكلمة أو هدية بسيطة. سيعرض لكم هذا الفيديو رسالة إلى أمهات لبنان. بس أنا لو أمي عايشة لأجيب لها الكون كله حطه تحت سرميتها، لأنه أغلى من الأم. فيه أغلى شيء الإنسان معقول يكون عنده إياها بالدنيا، يعني أمه بطبيعة الحال. أيام شوي صعبة بس أنه ماشي الحال، ما فينا نستغني عن هذا العيد لأنه أمي متوفية. فاليوم عم بعيد كل الأمات اللي بحبهم وقراب على قلبي وكانوا عندهم بصمة بحياتي. فخسرنا أم، بس كمان إذا بدك ربنا عطاني كذا حدا يقدر يعود هيدا الشيء، وما في شيء بعود أكيد. بحبها كتير ويريت في أقدم لها كل شيء بس على قد قدرتي. الأم مدرسة، الأم دنيا، الأم هي اللي جابتنا على هالدنيا. يعني هاي أقل شيء نحترمها بهالعيد، هي السند. هيدي السنة أكيد غير عن كل السنين، يعني هالسنة عقدنا كل واحد على قده، مش قادرين نعمل أكتر من هيك. عائلة سبوتشات بتعيد كل أم تعبانة وكل أم مريضة وكل أم شهيد وكل أم ولادها بعاد عنا وكل أم ما أنجبت أولاد. ليكي كلمة أم، الله ما يخلي حدا يفقد هالكلمة، لأنه أحلى شيء بالدنيا كلها وما في شيء بعوضه. وأنتم كيف ستحتفلون في هذه المناسبة؟ شاركونا تعليقاتكم.